مشاهدي الكرام، والحديث عن الاختفاء القسري وايضا تغيب الناشطين ينضم الينا المحلل السياسي الاستاذ كتاب الميزان. مرحبا بك استاذ كتاب الى نشرتنا الرئيسه. واحده من اهم حقوق اي مواطن على اي دوله حول العالم ان توفر له الاخيره الامن، فاذا فقد الاول الامن ما الداعي لان يقول باني استظل بظل دوله؟ الى ماذا يؤشر غياب تغيب الناشطين؟ هل بعد تغيبهم يمكن أن نستمر بالحديث؟ بداية مساء الخير لك أستاذ علاء والمشاهدين الكرام. موضوع هذا مسلسل التغييب القسري والاختفاء القسري، يعني هذا استمر، أصبحت عمليات وممارسات ممنهجة استمرت هاي من بعد 2003 ومرورا بعمليات التحرير وآخرها ما بعد ثورة تشرين وانتفاضة تشرين. أصبحت من الخطط وخطط وممارسات اللا دولة بأنه تقمع بأي طريقة هذه الأصوات التي تنادي بفرض الدولة وفرض هيبة الدولة. استمرار هذا المسلسل والأدوات اللي دا تنطي الشرعية لهذا الاختفاء، المواقع والشخصيات اللي دا تحرض يوميا وبالأسماء، هاي المواقع والشخصيات هي التي أعطت شرعية بشكل رسمي لاختفاء وأيضا لاعتقال وتغييب الناشطين أو غير الناشطين. لكن المجتمع اليوم الدولي دا ينظر للعراق على أنه البيئة مالته لا تحترم الرأي وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. المجتمع الدولي دا يراقب، دا يسجل هذه الخروقات، ودا يعتبر العراق يعتبر بيئة غير آمنة بالنسبة للصحفيين وغير الصحفيين وحتى الناشطين. فهاي نتاج السياسات الخاطئة ونتاج التحريض اللي دا يصير اتجاه هؤلاء والشخصيات اللي موجودة سواء الناشطين وغيرها. نعم، رحب بك مجددا أستاذ كتاب في نشرتنا الرئيسة. لماذا لا نقول أن عمليات الترويع للناشطين أو حتى الصحفيين هي تشكل تهديد ضمني لأي متظاهر وأي ناشط يريد أن يبدي رأيه أو أن يطالب بالحق؟ هذا اكو اشكاليه، يعني في موضوع وبلد مثل العراق دا يمر بظروف غير طبيعيه، وهاي الظروف الغير طبيعيه تتحتم على الدوله بانه تعيد حساباتها في التعامل مع هذه القضايا بجديه وحزم اكثر. يعني اليوم عندنا مغيبين ومختفين قسريا من المظاهرات، يعني انا ما اريد ارجع الى ما قبل تظاهرات تشرين، لا اريد ابدا من هذا الجزء ومن هذه المرحله اللي تم تغييب ومورست على شخصيات وشباب ناشطين وصحفيين سياسات قمعية لا تختلف عن السياسة والعنجهية التي كان يستخدمها صدام مباشر مع هذه الحالات وطلب المعلومات وتزويدنا بالمعلومات. لا نحتاج أيضا جدية أكثر، نحتاج حزم أكثر في التعامل مع هذه القضايا. نعم أستاذ كتاب، هل نستطيع أن نقول أننا أيضا نحتاج إلى تشريع قانون جديد أو السعي إلى تطبيق القوانين الحالية ولكن بكل جدية؟ حملة إنهاء الإفلات من العقاب، هو هذا ممكن أن تعتمد السلطة التشريعية والحكومات العراقية كقانون، لأن اليوم إحنا مشكلتنا وضحت. إنهاء الإفلات من العقاب هو اللي دي أسس لهذه السياسات، هو اللي دي أسس لهذا القمع اللي دي يصير. لأن اليوم بدنا نشوف الفاسد ما إلى محاسبة، يفلت ويمارس حياته أيضا بطريقة طبيعية، وأيضا يمارس عمله ونشاطه السياسي. وبدنا نشوف أيضا الفصائل المسلحة والميليشيات أيضا دا تقمع وتعتقل وتغيب بشكل أيضا واضح وعلني أمام مرأة ومسمع الأجهزة الأمنية ومرأة الناس، وممكن تعتقل أي شخصية تختارها هذه الفصائل المسلحة أو الميليشيات. فبالتالي نحتاج تفعيل وتشريع قانون إنهاء الإفلات من العقاب، لأنه هذه الحملة التي أطلقناها وأطلقها الناشطون راح تكون كفيلة بإنهاء هذه الممارسات
التي تقمع وتسمح أيضا بنفس الوقت. طيب ولكن للمجرمين والإرهابيين قبل أن نذهب إلى تشريع قانوني ولربما السنة التقويمية للبرلمان ستنتهي، لم يبقى أمامنا إلا أيام معدودة حتى ندخل في الانتخابات، أولا تعتقد أن هذه الفرق التي قلت بأنها تقتل وتسرح وتمرح بصورة طبيعية وبراحتها، أولا تعتقد أنها مسنودة سياسيا؟ يعني قبل أن أذهب إلى تشريع قانون، هو من الذي سيشرع القانون؟ ستشرعه عبارة عن كتل سياسية داخل مجلس النواب. هناك من يقول لك أن هذه فرق الموت مدعومة ولها غطاء سياسي، فكيف أجرم نفسي؟ أمر طبيعي، يعني كيف أفعل ذلك؟ لم أصل إلى هذه الديمقراطية الجميلة التي يجب أن أكون عليها. هذا موجود، كل الأسلحة التي والموجودة خارج إطار منظومة الدولة والإجهزة الأمنية الرسمية النظامية يتوفر لها غطاء سياسي ويتوفر وعدها أذرع سياسية تدعمها وتحركها. لكن اليوم الحكومة العراقية تحتاج نقطة جدا مهمة، وتحتاج أن تمضي بمشروع اللي هو توفير البيئة الآمنة، لأنه العراق مقبل على مرحلة هي مرحلة الانتخابات المبكرة، هذه المرحلة راح تأسس لشكل الدولة القادمة، وراح تأسس لمرحلة أيضا جديدة. فلو نمضي بخط متوازي باتجاه أيضا تفعيل قانون إنهاء الإفلات من العقاب وأيضا توفير، هذا راح يقدر يوفر وأيضا راح يساهم في توفير بيئة آمنة للانتخابات المقبلة، لأنه كل المشاكل اليوم اللي تصير في اختفاء الناشطين والعمليات التي تنتهك سيادة الدولة، هاي كلها جاي تخلق بيئة غير آمنة للانتخابات المقبلة، وأيضا راح تكون تعطي رسالة بأنه الانتخابات راح يكون لها وأيضا عليها تأثير بشكل مباشر من هذه الميليشيات وأيضا من الجهات السياسية التي تمتلك المال السياسي. طيب، فهذا التأثير يأتي بخطين متوازيين، مال سياسي يؤثر على نتائج وهذه البيئة، وأيضا عمليات تصفية واختفاء قصري باتجاه هؤلاء الناشطين واتجاه أيضا حرية الرأي وقمع حرية الرأي. نعم الأستاذ كتاب الميزان المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. قناة دجلة تكفل لكم حق الرد، راسلونا على news@dijla.tv.